بعد الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل سمارة مع المخرج محمد النقلي، يستعد الفنان محمد لطفي لدوره في مسلسل مولد وصاحبه غايب الذي تخوض بها هيفاء وهبي تجربة التمثيل للفيديو لأول مرة. يجسد محمد في العمل شخصية خربوش الذي يؤدي لعبة السكاكين في الموالد الشعبية. المسلسل تأليف مصطفى محرم وإخراج مجدي الهواري. آخر أعمال لطفي في التلفزيون كان مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة مع غادة عبد الرازق وباسم ياخور وحسن يوسف ومدحت صالح، والذي عرض في رمضان الماضي وكان من إخراج محمد النقر. منور يا استاذ ديفنشي. ايوه كده، الصلح خير. اهلا يا عبد، انتوا خلصتوا شغل تحت ولا ايه؟ لا ما خلصناش لسه، قدامنا شغل كتير. طب انا جاي عشان اعزمك على اول فرح اغني فيه، وهي بشرة خير. انت بتغني؟ اه ده بيغني وليلى بتلحن له ومكسرين الدنيا، ده محطم قلوب اللي